تفاقمت الأوضاع الاقتصادية في البلد مع انهيار الريال وارتفاع أسعار المواد الأساسية، وهو ما دفع مواطنين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة والتحالف للخروج، رافعين شعارات تطالب بإسقاط الحكومة وخروج التحالف من البلد. فيما يتعلق بالاحتجاجات فإنها مبدئيا لا تبدو مفتعلة. التدهور الاقتصادي أصبح كارثيا وغير قابل للاحتمال. يحدث الانقسام عند نقطة لاحقة حول لماذا توجهت الشعارات الغاضبة ضد التحالف وما دلالات هذا التصعيد. يقول البعض إن توجيه الغضب باتجاه التحالف بالإضافة إلى الحكومة أمر منطقي تماما، على اعتبار أنه المسيطر فعليا على تلك المناطق سواء بشكل مباشر أو عبر قوى محلية. طيلة 3 أعوام من تحرير هذه المناطق من ميليشيا الحوثي، اكتفى التحالف بإرسال السلال الغذائية لبعض الأسر الفقيرة واللافتات التي ترفع صور زعماء دول التحالف مع شعارات التبجيل، فيما لم يرصد تحرك جاد لإعادة تطبيع الحياة في هذه المناطق، وحتى مشاريع إعادة الإعمار التي يتم الحديث عنها بدأت في مناطق لم تتأثر بالحرب، وهذا يعني أنها ليست سوى وسيلة للحصول على مكاسب سياسية في هذه المناطق كما يرى البعض. طرف آخر يرى أن ما جرى ليس أكثر من استغلال للأزمة الاقتصادية، ويؤكد أن ما حدث يشير إلى أن هناك أطرافاً تحاول الحصول على مكاسب سياسية من هذه الاحتجاجات، لكن النتيجة النهائية لن تحدث أي تغير كبير في الحالة القائمة. لمناقشة هذه التطورات سيكون معنا من الرياض الخبير الاستراتيجي اللواء محمد القبيلان، ومن اسكتلندا الباحث والأكاديمي دكتور أحمد الدبعي. أرحب بكما ضيفي العزيزين، وأبدأ بسؤال المشترك إذن مع ضيفي اللواء القبيبان. سيادة اللواء، إذن احتجاجات شعبية تطالب بإسقاط الحكومة وطرد التحالف، ما الذي تفهمه من هذه الاحتجاجات؟ أهلا وسهلا فيك وحي الدكتور أحمد والسادة المشاهدين. هذا موضوع مهم جدا، يعني احنا نتكلم الآن اليمن والمنطقة تمر بفترة أنا أعتقد أنه التوجه الدولي، أو خلينا نقول المنظمات الدولية والدول الفاعلة والدول اللاعبة غير مباشر، بدأت تنظر إلى الصراع في اليمن بنظرة نوعا ما نستطيع نقول أنها لم تصل إلى الأمل المطلوب، ولكن يعني لا بأس بها، وخاصة مع بداية هذا النوع من المشاورات التي نتمنى أن تتم. في بداية حديثك بدأت عن أنه الوضع الاقتصادي دفع المواطنين إلى المطالبة بإسقاط الحكومة، وعلى ذكركم بخروج التحالف من اليمن. فالموضوع يعني كما يبدو من الصورة، حتى لو أنه في هنالك أيدي فاعلة تستغل هذه المواقف، ولكن شخصياً أنا أقول لك وقراءتي له ومتابعتي للمشهد منذ 26 مارس إلى يومنا، أنا أعتقد أنه فعلا هنالك في قصور فيما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن وما آلت إليه الحالة بتدهور الريال اليمني، وكذلك الوضع الاقتصادي الفردي وليس الحكومي، لأنه رأينا بعض أو خلينا نقول وجه فخامة الرئيس بزيادة الرواتب لبعض موظفين الدولة، لكن هذا لم يأتي إلى جيب المواطن مباشرة أو لمس المواطن اليمني الذي يقع تحت وطأة الفقر، تحت وطأة الحصار، تحت وطأة التهديد الأمني، تحت وطأة الأعمال التخريبية، الإرهاب إلى آخره. فأنا مع الشعب اليمني بأن يتحرك، ولكن لا أؤيد ما ذكرت حضرتك فيما يخص خروج التحالف. التحالف هذا موضوع آخر. سيادة اللواء، سنعود إلى هذه النقطة، فقط نحن بدأنا يعني أرضية لهذا النقاش، ونحن لم نقل شيئا، شاهدنا الشعارات على الأرض المنددة بالتحالف المطالبة بخروجه. أبدأ بسؤال المشترك أيضا للدكتور أحمد الدبعي. دكتور أحمد، كيف تفهم هذه الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بإسقاط الحكومة وإخراج التحالف من البلاد؟
بداية مساء الخير لك والسادة المشاهدين. أعتقد أنها نتيجة طبيعية لما آلت إليه الأمور في اليمن. التحالف منذ 3 سنوات ونصف دخل اليمن على أساس أنه أتى للدفاع على الشرعية، شرعية الرئيس هادي، وإعادة الأمور إلى نصابها في البلد. وفعلا كان له أنصار، قد يكون غالبية الشعب اليمني كان مع هذه الخطوة التي أتت بالتحالف في بداية المطاف في مارس 2015. ثم تفاجأ الناس بعد ذلك بسلوك غريب للتحالف في المناطق المحررة في عدن وغيرها، بأن أصبح للتحالف مسار آخر غير استعادة الشرعية، مما جعل الناس بداية يبنون شكوكا. ثم تعززت هذه الشكوك على الأرض بعد أن رأوا بأم عيونهم كيف تتعامل قوة التحالف أو قيادة التحالف مع القيادة الشرعية اليمنية. تم منع الرئيس هادي من العودة إلى عدن بشكل أو بآخر، عدم قدرة التحالف على إعادة الأمور إلى طبيعتها في المدن المحررة كعدن. نحن نتحدث الآن بعد 3 سنوات ونصف لا يوجد مطار يمني يعمل بشكل حقيقي حتى الآن، رغم أن هناك التحالف يقول أنه استطاع أن يساعد الحكومة اليمنية على تحرير أكثر من 85% من الأراضي اليمنية. نحن نتحدث عن 30 مليون يمني لديهم طائرة أو طائرتين فقط عبر مطار عدن، رحلات متقطعة. نحن نتحدث عن حصار شعبي خانق على اليمن، على الموانئ، على المطارات، على الاقتصاد اليمني. رأينا أيضا التحالف يقوم بتكوين كيانات موازية للدولة، مما جعل الدولة لا تستطيع أن تتعافى بشكل أو بآخر. إذا نحن نتحدث عن أجندة موازية للدولة، لم تكن أجندة التحالف مكملة لمشروع الدولة التي ينادي بها أو التي يرأسها الرئيس هادي. إذا نتحدث عن كيانين موازيين يعملان ضد بعضهما الآن للأسف الشديد. هذا جعل الإنسان اليمني الآن بعد تدهور العملة اليمنية وتدهور الاقتصاد الحاد، جعل خيار المطالبة بإسقاط الحكومة وبخروج التحالف من المعمعة اليمنية برمتها خيارا طبيعيا. للأسف الشديد التحالف لم يستمع لنصائح لأكثر من سنتين، ونحن نردد منصات متعددة بأن سلوك التحالف ينبغي أن يتغير في اليمن وأن يعود إلى نصابه الصحيح، بحيث يعزز ويقوم على شراكة حقيقية ويقوم على دعم الحكومة اليمنية كي تستعيد أنفاسها. طيب، إذن هناك 3 أعوام على تحرير هذه المناطق. دكتور فيصل، دكتور أحمد عفوا، إذن هناك 3 أعوام من تحرير هذه المناطق التي انطلقت فيها الاحتجاجات. أسألك سيادة اللواء، يعني هل أليس هذا مبررا كافيا بالنسبة للناس في هذه المناطق التي حررت منذ 3 أعوام؟ ولم تشهد هذه المناطق حركة إعادة إعمار حقيقية على الأرض وتطبيع حقيقي على الأرض للأوضاع، أن يخرجوا ويهتفوا بما هتفوا به. يمكن أنا ما وافقك سيدي الفاضل على ما ذكرت، أنه لم تشهد حركة يعني أو بداية حركة اقتصادية في اليمن، ولم يكن هنالك يعني بداية وضع اللبنات الأساسية للانطلاقة الاقتصادية، ولم يكن هنالك بداية وضع اللبنات الأساسية المهمة الأمنية لانطلاقة العملية الاقتصادية. القصور موجود، ولكن موضوعين مختلفة تماما. التحالف، وإذا الدكتور أحمد يحاول أنه يعني يبدأ يهاجم التحالف أو يحاول يعني أنه يذكر أنه يحمل التحالف أعباء إخفاقات السياسة والفرقاء في اليمن، فأنا أعتقد أنه غير منصف في هذا الموضوع، لأن الأرقام تتحدث عن نفسها. يعني إذا تحدثنا عن مدى دعم مركز الملك سلمان للحالة الصحية والحالة الاقتصادية، أكثر من 11 مليار دولار. هذا موضوع، ولو دخلنا فيه في تفاصيل مستعد أبدأ أنا معك، لكن نتكلم بعموميات. نتكلم على الدعم الاقتصادي الذي قامت به دول التحالف للبنك المركزي ودعم الريال ما يبلغ تقريبا ب3 مليارات دولار. نتكلم على ما قامت به من إنشاء وافتتاح بعض الجامعات وعودة بعض الحياة المدنية. هذه أمور يعني واضحة للجميع، لكن المشكلة فيما يخص الحكومة اليمنية. يعني أنا لن أزايد عليك، لا أنت ولا الضيف الكريم، ما تقوم به الحكومة اليمنية رأينا، ودائما وأبدا أنا إنسان شفاف وراح أتكلم على الأخفاقات. حتى تفضل. أنا دائما أنتقد يعني التحالف في بعض التصرفات، وقد يكون لا أعلم
لأنني لست بجانب صاحب القرار، ولكن متابعة وقراءة ووصول بعض التقارير الخاصة التي تردني. نتكلم على دور الحكومة، هل الحكومة فعلا قامت بدورها الإيجابي وما يجب عليها من دور، وألا تجلس وفقط تراقب المشهد وتنتظر من التحالف أن يقدم لها الأغذية وإلى آخره يعني على ملعقة من ذهب؟ أنا ما أوافق بالشيء ده. الحكومة لابد أن تعمل أكثر من هذا، ولا بد أن تثبت للعالم بأنه عندما طلبت أو طلب فخامة الرئيس من دول التحالف بدعمه لعودة الشرعية، كان يجب على الحكومة أن يكون الوضع الحالي في الجنوب خاصة وبعض المناطق التي تم تحريرها أفضل كثير. لازلنا نحن في الحرب، ولا زالت الحرب قائمة، ولا زال هنالك التهديدات قائمة دائما وأبدا. تحاولون، ليس أنتم فقط في قناة بلقيس، وأنا يعني ما يهمني مدام أنكم تجيبوني وتطلبون مني وضع رأيي، فأنا أحيي هذا الشيء فيكم. لا نود أن فقط أن نتحدث على أن التحالف هو من يجب أن يقوم حتى بأعمال الإعمار وإلى آخره، لا، هناك قصور، وذكر الأستاذ الجباري وزير النقل العديد من الوزراء تحدثوا على أن هناك في إخفاقات الحكومة، وهذا أمر داخلي، ولكني أنا ما أستشفه، أستشف أن هناك فعلا لم تتحد الحكومة لدعم العملية الاقتصادية للظهور بمظهر على الأقل أفضل مما فيه نحن الآن. طيب وأنت أشرت إلى أرقام، وأنت أشرت إلى أرقام عبرت عنها الوسائل الرسمية السعودية، هذه الأرقام أسأل عنها الدكتور أحمد. دكتور أحمد، السعودية تتحدث عن أكثر من 10 مليارات دولار، الإمارات تتحدث عن مساعدات أيضا قدمت لليمنيين، لماذا إذن تتوجه الاتهامات للتحالف فيما يبدو أن التحالف يقوم بدفع هذه المبالغ، وكما يقول اللواء القبيبان الحكومة هي من يعني يجب أن يوجه عليها اللوم في عدم الفاعلية في هذه المشاريع إعادة الإعمار وتطبيع الحياة؟ أشكر بداية الأخ سيادة اللواء القبيبان، وأرجو أن يتسع صدره لما أقول. نحن في نهاية المطاف نبحث عن حلول لنا في اليمن وللتحالف، التحالف الآن في مستنقع أيضا. بالنسبة للتحالف يا عزيزي، التحالف يريد أن يسيطر على الأرض ويفرض كلمته على الأرض في اليمن، ويريد أن تتحمل الحكومة المسؤولية. هذا شيء غير منطقي. إما أن التحالف يقوم بإدارة الأمور على الأرض وتحمل المسؤولية، أو الحكومة اليمنية. نحن نطالب الحكومة اليمنية هي التي تتحمل، لأننا دولة لها سيادة. لكن التحالف حتى الآن يريد أن يفرض إرادته على الأرض، ويريد أن يحمل حكومة بنداغر الإخفاقات. هذا لن ننطلي علينا. لذلك نقول بأن حتى نشكر الداعمين الخليجيين أو بشكل عام التحالف على تقديم المعونات هنا وهنا من سلع غذائية وما إلى ذلك، لكن طالما إذا لم توجد حكومة شرعية تسيطر على الأرض، ويكون التحالف على يعرف مكانه الطبيعي في اليمن بحيث لا يتدخل في الشأن الداخلي ولا يفرض قوات ولا يكون ميليشيات وما إلى ذلك، لا داعي لفتح الأمور على يعني بالنسبة لنقطة المساعدات هذه، هل هناك حلقة مفقودة أو ثقب أسود يأخذ هذه المساعدات؟ هناك فساد في الحلقة الواصلة ما بين وصول هذه المساعدات إلى الأرض؟ نتحدث عن الحكومة باعتبارها موجودة الآن. هناك فساد من الجانبين، من الجانب الحكومي ومن جانب التحالف، بسبب عدم وجود شفافية، بسبب عدم وجود حكومة حقيقية على الأرض، بسبب عدم غياب المؤسساتية. صار الآن صارت عملية التحالف الفساد في الجانبين، قصة الدعم وما إلى ذلك. أنا أقول لن هذا الدعم، حتى لو وجد دعم حقيقي للشعب اليمني، في غياب دولة حقيقية تعرف الأولويات وتخطط أين تذهب أموال الدعم بشكل حقيقي، لن يظهر أي تحسن على الوضع الاقتصادي ولا المعيشي للناس. صار هناك جماعات هي مستفيدة من هذا العبث الموجود الحاصل في توزيع الدعم، إذا وجد. لكن دعني أقول بداية، الدعم الحقيقي للتحالف إذا أراد أن يدعم الشعب اليمني عليه أن يدعم الحكومة اليمنية كي تقوم بمسؤولياتها،
بحيث أنها تستطيع أن تسيطر حقيقة على المطارات وعلى الموانئ وعلى المسألة الأمنية، ويلغي قصة الأحزمة الأمنية الناسفة في المدن الجنوبية وما إلى ذلك. أمراء الحرب الذي شكلهم التحالف صاروا عددهم بالمئات. الحكومة لا تستطيع أن تشتغل بهكذا جو. لا أريد أن أبرئ الحكومة هنا وأقف في صفها، ولكن أريد فقط أن نوفر للحكومة اليمنية الظروف أو المناخ الطبيعي كي تعمل به، بحيث نحن نستطيع نسائلها. لكن أن لا يستطيع رئيس الجمهورية العودة إلى عدن بشكل دائم، ولا يستطيع وتستطيع الحكومة أن تعمل في ظل وضع أمني متدهور وجماعات تحمل السلاح خارج النظام والقانون، سنبقى في هذه المعمعة. الاقتصاد اليمني يريد أن يدور بفلكه الصحيح، بحيث أن الحكومة اليمنية تستطيع أن تسيطر على كل مرافق منافذ البلاد، وأيضا تستطيع أن تقوم بتصدير النفط والغاز والأسماك وما إلى ذلك، بحيث أننا نستطيع أن نقول أن الحكومة اليمنية تستطيع أن تدير الدورة الدموية للاقتصاد اليمني بشكل طبيعي وبشكل صحيح. هنا سوف تتلاشى المشاكل تدريجيا، سيعود الرأس مال الوطني. إذا وثق الناس بالحكومة اليمنية سيعود الرأس المال الوطني. الشعب اليمني شعب مكافح، لديه الكثير من رجال الأعمال، فقط يريدون أن يستقرون. الآن يخرجون من البلد وقد خرج آلاف منهم بسبب الوضع الأمني المتدهور الذي يحمل أولا وأخيرا التحالف على هذا التدهور الأمني الحاصل، بحيث هو التحالف الذي أوجد ازدواجية أمنية داخل البلد. طيب، أعود إلى سيادة اللواء القبيبان. سيادة اللواء، وأنت قد ذكرت ما صرح به وزير النقل الجبواني وأيضا نائب رئيس الوزراء السابق جباري، تطرقت لهذا الأمر وأشكرك. هم أيضا مسؤولون في الحكومة، أيضا أشاروا إلى أن الجهات التي تورد أموالا للحكومة والبنك المركزي اليمني مثل الموانئ، مثل شركة النفط، أيضا لا تعمل بالكفاءة العالية. بالنسبة للموانئ والمطارات هي ممنوعة على الحكومة اليمنية بمسألة التشغيل الجيد لها، خاصة الموانئ، وهناك منع من قبل دول في التحالف. هل يعني ذلك أن هذه المسألة تحملكم كامل، أو تحمل التحالف عفوا كامل المسؤولية عما يحدث، باعتبار أن الحكومة ليست لها أي موارد لتعمل عليها؟ لا، ليس صحيح. يعني يجب أن نفهم ونفرق في نقطة جد مهمة، وأعتبر مثلا قوات التحالف هي موجودة لدعم الحكومة الشرعية. قوات التحالف ليست موجودة كاحتلال وتقوم بذلك هي بكافة العمل. يعني في فرق بين الاثنين. عندما تكون قوة محتلة وجب عليها القيام بالأشياء التي حضرتك ذكرتها، بينما قوة التحالف معروف موجودة للدعم. ولكن نقاط ذكرها الأخ الدكتور أحمد فيما يخص الفساد وفيما يخص التدخل في الشأن الداخلي اليمني، أنا أعتقد أن دول التحالف حتى في العمليات العسكرية والعمليات الاقتصادية وإلى آخره، أنا برأيي الشخصي، والعمليات الأمنية نوعا ما قد يكون هنالك في تعاون في العمليات الأمنية، بل يمكن يسيطر التحالف أكثر على العمليات الأمنية بظروف الوضع الراهن. لكن فيما يخص التدخل في الشأن الداخلي، أنا لم أرى أي نوع من التدخل في الشأن الداخلي، وإنما ما أرى أنا أن هنالك محاولة من دول التحالف، حتى أن القائد الميداني، قائد القوات المشتركة الفريق فهد بن تركي، يحاول أن يلم الشمل اليمني بتواجده مع مشايخ القبائل، سواء في صعدة، سواء في حجة، سواء في مناطق مختلفة. لذلك هذا ما يحاول إليه التحالف، لعدم وجود أرضية مناسبة من قبل الفرقاء في اليمن أنفسهم، لم تتحد كلمتهم. هنالك يعني وجود خلل داخلي في التركيبة السياسية الداخلية، وهذا ما اضطر التحالف إلى التدخل، وإنما هي يعني دفع العملية السياسية والعسكرية إلى ما هو في الصالح. هذا أولا. أما فيما يخص الفساد، معلش الله يرضى عليك، أما وهي نقاط تكلم عليها الدكتور أحمد، نقاط مهمة. الفساد يعني هذا أمر أنا أعتقد أن قوات التحالف لا تستطيع أن تتدخل إذا كان هنالك فساد داخل الحكومة. المسؤول عن هذا الشيء السيد أحمد بن دغر،
لماذا لا تسألون السيد أحمد بن دغر؟ استضفتم أنتم أعتقد العديد من الضيوف من الحكومة كضيوف عندكم، أو حتى المتحدث باسم مكتب الرئيس، أو حتى المتحدث باسم الخارجية اليمنية، وتحدث وكانت إجاباتهم يعني شبه مبهمة، لم يكن هنالك تطرق إلى هذه المواضيع. أنا أعتقد أن فيه خلط ما بين ماذا على التحالف أن يقوم كمهمة رسمية وكمهمة رئيسية في الأطر الاستراتيجية، ألا وهو توقف التمدد الإيراني، توقف التدخلات الخارجية لدعم الشرعية في اليمن، عودة اللحمة اليمنية، ومن ثم الدعم الاقتصادي. أنا أعتقد أن دول التحالف قدمت ما استطاعت أن تقدم وهي مستمرة، وهذا ليس منا، هذا واجب الشعب اليمني، شعب شقيق، شعب جار، سوف تقوم دول التحالف في دعم اليمن. وأنا أكد لك هذا الشيء ورأيناه ما حدث في المهرة، يعني في بداية التقرير تحدثت حضرتك وقلت أنه في مناطق أخرى ليس لها ضرورة لأهمية يعني بدء بوضع البنية التحتية كمناطق يعني قد تكون أهلة بالسكان أو لا تكون أهلة بالسكان، وإنما المفروض أن يتجه إلى المناطق المزدحمة سكانية. هذا أيضا من عمل التحالف فيما يخص توزيع الاستراتيجية وبناء اليمن. فأنا أعتقد أنه هناك قراءة خاطئة فيما يخص الاحتجاجات، لأن موضوع الاحتجاجات الآن داخل يومها الرابع أو يومها الخامس تقريبا، وأنا أشوف أن الشعب اليمني من حقه بناء على الدستور وبناء على الأنظمة وبناء على القانون داخل اليمن، هل لو يحق له بالاحتجاجات؟ نعم يحق له أن يقوم بالاحتجاجات، لأن ما رأينا ما قامت به دول التحالف في محاولة للحفظ على الأمن ودعم ماديا، ولم نرى أي نوع من التقدم. يعني طيب إذن هل تتفهم سيادة اللواء؟ اسمح لي بس آخر نقطة، لأن الدكتور أحمد أثار نقطة أهمية فيما يخص إنشاء أمراء حرب، إنشاء ميليشيات. دكتور أحمد، أنا أعتقد أن هذه القراءة فيها نوعا من الظلم لقوات التحالف عندما تتحدث عن إنشاء ميليشيات. نحن نحارب ميليشيا الحوثي، عندما قامت الدول التحالف بوضع أحزمة أمنية، يا رجل تذكر قبل عام أو نصف أو عامين كيف كانت تحدث العمليات الإرهابية في عدن والعمليات الإجرامية وما حدث من القاعدة والتدخل من داعش وما نراه الآن حاليا. نحن تحت يعني في حرب. فأنا أؤيد ما تقوم به دولة الإمارات، المملكة العربية السعودية، دول التحالف العربي بإنشاء هذه الأحزمة الأمنية. وهذا يأتي ضمن العلم العسكري على فكرة، بعدما يتم تأمين المناطق ويعني تأكد من أنها جاهزة لتقديمها للرجل المدني. نعم سيادة اللواء، لكن يعني هذه المناطق، يعني هذه القوات في تقارير أممية تتحدث على أنها تعمل خارج نطاق الحكومة وربما بما يواجه الحكومة أو عمل الحكومة، وربما تمنع أيضا الحكومة من التواجد في المناطق مثل العاصمة المؤقتة عدن. لكن وأنت يعني أنا أفهم من كلامك أنك تتفهم خروج المتظاهرين بشكل هذا، وأيضا بسبب أن هذه المساعدات التي يتحدث التحالف عنها لم يجدونها أمامهم أو لم يحسوا بها بشكل أو بآخر، تتفهم أيضا ربما من خلال فهمي لحديثك أنك تتفهم هجومهم أو مطالباتهم للتحالف بالخروج أو ما شابه. لا أنا ما أؤيد النقطة الأخيرة فيما يخص خروج التحالف، هذا لن يحصل أبدا، هذا ليس في مصلحة اليمن. أؤيد ما يقوم به الشعب اليمني فيما يخص المناطق الجنوبية بالمطالبة بتعديل الاقتصاد، بالمطالبة بالإسراع، يجب أن تكون العملية أسرع. أتحدث عن تفهمك لنقطة خروجهم ضد التحالف، تفهمك لهذه المسألة. يعني جملة وتفصيلا، الشعب اليمني لم يخرج يوما من الأيام لطلب خروج دول التحالف، إنما هذه جماعات، وذكرت أنت في بداية حديثك بأن قد تكون مدعومة، وأنا أؤكد لك أن هذه جماعات مدعومة، الذين يقومون بحرق الصور أو الذين يتحدثون بخروج التحالف. يعني خلينا نكون طيب منطقيين. خلينا نأخذ هذه النقطة إلى الدكتور أحمد. خلينا نأخذ هذه النقطة إلى الدكتور أحمد الدبعي. دكتور أحمد، بعيدا عن السبب الاقتصادي لهذا الاحتجاجات المعلن كما يبدو، هناك يعني كثيرون يلاحظون سببا سياسيا أيضا، خصوصا أن أول مرة ربما نسمع هذه الشعارات الطالبة بخروج أو طرد التحالف. أيضا رأينا تمزيقا لصور قادة زعماء دول التحالف وغيرها. أليس هناك طرف يعمل على تسييس هذه المطالبات الاحتجاجية لصالح أغراضه؟ إذا كان هناك طرف ما فهو الشعب اليمني، وجهة نظري الشخصية، لأن الشعب اليمني هو الذي يكتوي بنار ما يحصل في اليمن.
والذهاب لقصة هذا الطرف أو ذاك سيضيعنا أو سيدخلنا في متاهات. دعني أتحدث بداية عن التحالف. التحالف دخل الوضع أو تدخل في المشكلة اليمنية وليس لديه أي خبرة مسبقة في التعامل مع مشكلة بهذا الحجم، ولذلك كانت هناك الكثير من الاختلالات، وحذرت من ذلك في عام 2015 وقلت إذا لم يكن هناك فريق من التحالف والحكومة يعملان بشكل جدي بشكل شفاف بشكل مهني مشترك لإدارة الأمور سندخل في متاهات. فالسعودية والإمارات هما ليسا دول عظمى، لا يمتلكان قصدي تلك الخبرة في التدخل في الشأن الدولي بهذا الحجم الحاصل في اليمن في حرب لها 3 سنوات ونصف. إذا كنا نحن بحاجة لنظام لرعاية المشكلة أو التعامل مع المشكلة بشكل مهني وحرفي عالي المهنية، وهذا يبدو كان غائبا من بداية المعركة أو بداية الأحداث العسكرية في اليمن. لذلك رأينا اختلالا كبيرا. سيادة اللواء يتحدث، الأخ محمد يتحدث عن الأحزمة الأمنية ويبرر هذه الأحزمة الأمنية من منطق عسكري، وأنا أقول أن أي تجربة، أيضا أنا كأكاديمي أتحدث، أي تجربة يجب أن تعرض للنقد ويجب أن تعرض للمراجعة. هذه الأحزمة الأمنية التي بدأت في 2016 تقريبا وما إلى ذلك، ماذا استفدنا منها؟ ماذا فعلت في البلد غير نشر الفوضى وجعلت وقلمت أظافر الحكومة وجعلت الحكومة اليمنية في نظر الشعب اليمني كيان لا حول له ولا قوة. إذن السؤال الكبير هنا الذي أريد أن أطرحه الليلة، هل التحالف يريد أن ينقل للشعب اليمني بأنه شعب تائه، شعب حكومته فاسدة ولا يستطيع أن يدير شأنه الأمني وعليه أن يسلم بما يفعله الإماراتيون السعوديون في اليمن؟ أذكر الأخ من السعودية وأقول له أن اليمن عمرها 5000 سنة تعرف الدولة. هذا البلد يريد فقط الاستقرار ولديه الكثير من الكوادر لإدارة الملف الأمني والملف العسكري والملف الاقتصادي، لدينا خبراء في كافة المجالات. لكن ألم تشارك هذه القوات دكتور أحمد بتطبيع الأوضاع ومحاربة الكيانات الإرهابية مثل القاعدة وداعش؟ حصول اليمنيين على ظروف طبيعية لإدارة شؤون بلادهم. ألم تساهم هذه القوات بتطبيع الأوضاع الأمنية في المحافظات المحررة وتطهير كما يعلن من قبلها هذه المناطق من تنظيمات متطرفة إرهابية؟ هذه الدول التحالف قدمت نعم لليمن، ساهمت، لا ننكر أنها ساهمت في بداية المطاف بجهود كبيرة في دحر الحوثيين من مناطق كثيرة في البلد، لكن البديل ماذا كان البديل؟ البديل كان فراغا أمنيا أو فشلا ذريعا لتلك المحافظات. انظر الآن للحال في عدن. عدن لا يوجد فيها حوثيون مثلا، لا يوجد حوثيون في عدن، لا يوجد حوثيون في حضرموت، لا يوجد. أين مطار المكلا؟ أين مطار عدن؟ أين موانئ عدن؟ أين موانئ المكلا؟ لماذا الأمور في هذه المدن وكأنها تعيش حرب؟ هي مدن المفروض أن تكون في وضع طبيعي. الحوثيون خرجوا منذ سنوات من هذه المناطق، يجب أن يكون الوضع فيها طبيعي. ليس من المعقول أن لا نجد أي طائرة من دول التحالف مدنية تشغل رحلاتها. نريد أن نرى الخطوط الجوية السعودية في عدن، نريد أن نرى الخطوط الجوية الإماراتية والاتحاد مثلا في عدن أيضا، بحيث أننا نستطيع أن نستعيد الثقة في هذه المناطق المحررة، بحيث أننا نستطيع أن نقدم للعالم ونقول أن لدينا مشكلة كبيرة في اليمن، هي مشكلة الحوثي الانقلابية في صنعاء، وليست لدينا مشكلة في عدن وفي حضرموت وفي المكلا وفي قصدي وفي المهرة وفي ففتحنا مشاكل في سقطرة وفتحنا مشاكل. ما الداعي لكل ذلك؟ كنا نريد أن يستطيع التحالف أن يصنع لنا أن يتعاون مع الحكومة اليمنية ويصنع لنا مدينة واحدة مثالية آمنة للناس، بحيث أننا نستطيع أن نجذب رؤوس الأموال إليها ونعيد الترتيب أمورنا، ترتيب أمور الحكومة فيها من هذه المدينة. وكنا نرشح عدن، ولكن عدن غارقة في الفوضى. الناس، أنا أتابع على اتصال دائم بعدن، فقدوا الأمل بالتحالف وفقدوا الأمل بالحكومة. ما السبب؟
لا توجد هناك قوة حكومية في فيينا. وهذا ما يفتح الباب للتساؤل حول التوظيف السياسي لهذه الاحتجاجات. دكتور أحمد، آلية جديدة في هذه النقطة، في هذه النقطة أعود فيها إلى اللواء القبيبان. سيادة اللواء، رأينا وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش يتهم حزب الإصلاح بالوقوف خلف هذه الاحتجاجات. هذا الأمر نفاه الحزب، ثم رأينا قيادات في المجلس الانتقالي وكذلك الحزام الأمني الموالي للإمارات تطالب الناس بالخروج وتقود ربما هذه الاحتجاجات، وأيضا رأينا سيطرة المجلس الانتقالي على الضالع. إذا أنت برأيك من هي الجهات التي تحاول استغلال الاحتجاجات سياسيا؟ لا، شوف، الآن الوضع في اليمن لا تستطيع أن تتهم بأنه ما يحدث من ناحية تنموية وناحية إعادة الأمن ومثلا إعادة الحياة الطبيعية، وتريد أن تزج بهذا كاملة على أنه التحالف لم يقم بدوره، وتريدني أو بمعنى أصح تريد الإجابة بأن تكون لا، ما يحدث حاليا هو تدخل أطراف خارجية وتسييس الموضوع. لا، خلينا نكون فرانك، واضحين في الأمر. هنالك مشاكل داخل اليمن فيما يخص الفرقاء اليمنيين، ليس فقط بمعنى صح الحوثي واليمن، لا، أيضا هنالك مشاكل داخلية. انظر لتعز مثلا، تعز كم لا محاصرة وفي الأخير انتهى موضوع تعز ولم نصل إلى نتيجة. هل هذا قصور من التحالف في دعم القوات المقاومة؟ لا، أعتقد. ما يحدث في عدن، حررت عدن من قبل سيادة اللواء، لكن انت لكن والله تفتح سيادة اللواء، حتى لا نخرج الى خارج الموضوع، لا لاننا نتحدث عن التوظيف السياسي، واريد منك كلاما عن من يقف وراء هذا التوظيف. انا هذا اللي جاي اقول لك عليه، انا اقول لك هنا مشكلة داخلية في اليمن، لم تتحد الاطراف اليمنية في ظل هذه الظروف الصعبة. وأنا لا أؤيد ما ذكر الأخ دكتور أحمد أن قوات التحالف لم تفهم اليمن. أنا ضابط وأعرف، ومن الضباط اللي كنا نتابع أحداث اليمن كأي ضابط عسكري، عندكم ضباط في اليمن يتابعون الأحداث في المملكة في كل دولة، وهذا أعتقد عمل عسكري محترف، فنفهم ماذا يحدث في اليمن، ولدينا العلم التام بالتركيبة الاجتماعية وبموضوع القبائل وبموضوع الأحزاب والبرلمانات والرئاسة. ولكن الآن لما بدأ الصراع اتضح أن هنالك في فرقة كبيرة، والجميع يريد أن يصبح زعيما، فيما ذكر السيد قرقاش يتحدث على أنه والله حزب الإصلاح. السيد قرقاش هو الذي يسأل عن هذا الموضوع. أنا شخصيا أرى أن الجميع مسؤول عن الخطأ، الجميع لم يتحمل مسؤولية كاملة فيما يخص، ولا أتكلم هنا إلا على الشأن الداخلي، فيما يخص إعادة التنموية التنمية أخرى. أما فيما موضوع التسييس، نعم هناك دول أخرى تعمل جاهدة وتبذل كل الجهد لمحاولة شيطنة التحالف ومحاولة إظهار التحالف بأنه قوة احتلالية، وكذلك يعني يبخس ما قام به التحالف في بناء بنية تحتية في مناطق شبه صحراوية. لما تتكلم عن معرب، لما تتكلم عن المهرة، لما تتكلم عن المناطق المحررة، أنا أعتقد أن هذا غير إنصاف وغير منصف فيما يخص قوات التحالف. الخلل يا سيدي الفاضل في الفرقاء اليمنيين، اليمن الجنوبي يريد أن ينفصل، وإلى الآن يتحدثون بأن لهم علم في الأمم المتحدة. هذا أمر داخلي، أنا أتركه لليمن، ما لن أتدخل فيما أنه هذه دولة جنوبية ولا هذا اليمن شمالي. نحن الآن أمام تهديد أخطر مما يحدث الآن في اليمن، ألا وهو التهديد الإيراني. بكرة لا يجيك اليمن حسينيات، وبكرة لا يجون لك هذول يقولون طلعنا بنصب قم مدري وش زيارة قبور وإلى آخره، واليمن بريء من هذه الأمور. يا سيادة اللواء، يعني أنا أسألك عن عدن، أسألك عن عدن وعن الاحتجاجات فيها، ترد لي عن الوضع في المهرة وفي مأرب. أريد أن أفهم منك، فريق مهني بمستوى عالي، أريد أن أفهم منك سيادة اللواء، أنت يعني أنا أسألك عن الاحتجاجات في عدن وعن التوظيف السياسي لهذه الاحتجاجات تحديدا، من يوظفها من الأطراف المحلية؟ أنت ترد لي عن المهرة وعن مأرب، دعنا نتحدث عن عدن، من برأيك وراء التوظيف السياسي لهذه الاحتجاجات؟ يا أخي أنا ذكرت لك الموضوع هذا في، أنت تقول المسؤولية، المسؤولية العامة، هذا الأمر فهمته من خلالك، لكن من يقف وراء التوظيف؟ خلل، معلش آسف،
أنا ذكرت لك أن هذا الموضوع خلل في الإدارة في المناطق المحررة أولا، ومن ثم الشعب اليمني من حقه أن يتظاهر إلى أن هنالك قصور. من يدعم هذه هنالك دول تبحث عن الإخفاقات وعن الخروقات وتحاول أن تزج بأيديها لدعم هذه الاحتجاجات، ليس بالضرورة لهذه المجموعة لا، إنما تحاول أن تشيطن في إعلامها، تحاول أن تدعم جهات داخل اليمن، بما معناه أنه لننتفض على هذا التحالف ولنري العالم بأن لم ينجح التحالف. لا، هذه نظرة خاطئة. أنا لا أتهم بلدا بحد ذاته، أنا أقول لك أنه هنالك دعم لمحاولة شيطنة التحالف يأتي أولا من قطر، ويأتي أولا من حزب الله، ويأتي ثانيا من إيران، وهذه الدول أصبحت تسمي نفسها محور المقاومة، وهي ما تحاول أن تجر اليمن إلى صراعات داخلية بالرغم من النجاحات التي رأيناها. طيب، ربما صياغة سؤالي لم تكن مساعدة لك في تحديد الإجابة. هل برأيك دعوات المجلس الانتقالي للناس في المحافظات الجنوبية بالخروج والاحتجاج ضد الحكومة أمر محبث أم لا؟ هذا شأن داخلي، أنا شخصيا ما أحب أقول لك أنه هذا أمر مكروه أو أمر محمود. نترك هذا الموضوع إلى اليمنيين أنفسهم. يمكن تسأل الدكتور أحمد، هو اللي يجيبك. أنا بالنسبة لي من منظور دول تحالف ومن منظور دول دعم الشرعية في اليمن، هذا أمر لا يخصني. طيب، أنا ما تقوم بمجلس انتقالي، ما يقوم به، ما يحدث الآن في تعز ومحاولة لشق التحالف هنالك، ما يحدث أيضا في المناطق التي هي تحت الصراع، هذا أمر داخلي يمني. نتحدث نحن على مشروع الحوثي والتمدد الإيراني وإيقافه. وضحت هذه النقطة. طيب، دعني سيادة اللواء، اسمح لي أن أعود إلى دكتور أحمد. دكتور أحمد، هناك من يرى أننا إزاء صراع نفوذ في اليمن بين كل من الإمارات وكذلك السعودية، خصوصا أن المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات يعمل على الظهر وكأنه موجه لهذه الاحتجاجات. هل تتفق مع هذا الطرح؟ نعم، هناك بعض الحقيقة فيما طرح في ذلك الشأن. التحالف للأسف الشديد كما قلت، أنا لو حللنا كلام السيد اللواء القبيبان، هو يتحدث عن أن الحكومة اليمنية هي المسؤولة وما إلى ذلك، وهذا شأن يمني داخلي. لكن أنا أريد أن أقول له، من الذي خلق المجلس الانتقالي أصلا في هذه الظروف كي يعلي قصة الانفصال ويشعلها في الجنوب ويجعلها هي القضية المحورية الآن، بدلا أن تكون من قضية حل الانقلاب في صنعاء؟ هو التحالف حقيقة. التحالف هو الذي أوجد المجلس الانتقالي وجعل له أنياب وجعله يهدد. رأينا بن بريك يهدد رئيس الجمهورية ويتوعد رئيس الوزراء ويتوعد وزير الداخلية من الإمارات. إذن لماذا نقالت أنفسنا؟ التحالف كما قلت هو يزرع الشوك في اليمن ويريد أن يحصد العنب. هذا المنطق، هذا طرح مقافي للمنطق. يجب أن نتحدث ما هو موجود على الأرض، يجب أن نعكسه على الواقع الآن في حديثنا الآن. فالتحالف للأسف الشديد دخل في مراهقة سياسية في اليمن، ورأى أن اليمن مساحة 550 ألف كيلومتر مربع، رأى هناك المهرة ورأى سقطرة ورأى راضي ويبدو أن له أجندات. كنا نأمل أن تقوم شراكة بيننا ومجلس التعاون الخليجي بحيث أننا نستفيد جميعا. اليمن دولة واعدة يمكن الاستثمار فيها بكافة المناشط الاقتصادية، ونريد هذا الاستثمار. نحن نرحب بإخواننا السعوديين، نرحب بإخواننا الإماراتيين إذا أرادوا يستثمروا في الجمهورية اليمنية، لا مانع لدينا، بالعكس نحن أشقاء، ويجب أن نتكامل في الجزيرة العربية لأن يكون لنا صوت واحد وجيش حتى واحد لمقاومة المد الإيراني، لماذا لا؟ لكن أن نقوم بما قمنا به الآن وخلق يمن أصغر ويمن أكبر ويمن أوسط، سيقسم اليمن، وتقسيم اليمن في هذه الفترة سيكون لقمة صائغة لإيران والعبث بالمنطقة. إذن أنا أتحدث استراتيجياً، ما يقوم به التحالف هو إطلاق النار على قدميه، على التحالف نفسه هو يطلق النار على قدميه في اليمن. إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي بحيث يستطيع الشعب اليمني يدير شؤونه ويستقر ويعود الأمن في البلد، هو مطلب ملح لليمن وللسعودية والإمارات بحيث يستقر اليمن. لهذا البلد، هذا بلد محوري رغم فقره، لكن أي عبث في هذا البلد سيعبث بالجزيرة العربية برمتها.
لذلك أنا أحذر من هذا التسطيح لما يحصل في اليمن، بأن هناك إخفاق الحكومة هي المسؤولة عنه، وأن التحالف هو له دور ملائكي طاهر. وضحت هذه النقطة، وأنه لم يرتكب ما ينقلنا إلى المستقبل الآن. كارثية في اليمن. هذا ما ينقلنا الآن إلى المستقبل. سيادة اللواء، بالنسبة لدور التحالف وهو يرى هذه الاحتجاجات، يعني كما يعني يرصد ويتابع الاحتجاجات الحاصلة في المحافظات الجنوبية، ويرى أساسا الوضع الاقتصادي المتردي، سعر الدولار الواحد وصل إلى حدود 600 ريال وتجاوزه ثم ربما عاد، برأيك ما هو مستقبل دور التحالف في هذا الخصوص فيما يتعلق بالمسألة اليمنية اقتصادية؟ اليمني من الضرورة استقرار اليمن اقتصاديا، من الضرورة استقرار اليمن أمنيا وإلى آخره. هذه نقاط جدا مهمة، وأنا متأكد أن التحالف لن يتخلى عن اليمن، لأنه اليمن جزء مهم من الجزيرة العربية، وكثير تحدثنا في هذا الموضوع. ولكن عندما نتحدث على أنه هنالك محاولة لتسطيح الأمور ونقل الأمر إلى أن الحكومة اليمنية هي المخفقة، أنا أعتقد لو تدخلت دول التحالف أكثر من كذا فيما يخص إدارة الدولة من داخلها، فيما يخص مجلس انتقالي كما ذكر الدكتور أحمد بأنه هي التي زرعته، هذا سبق وأن تحدثنا به. أو بمعنى، دعني أذكر الدكتور أحمد بأنه ذهبت قوات من التحالف لحل هذه الأزمة وانتهى الأمر إلى أن أوقف. وأنا أعتقد أنه الآن الحكومة اليمنية بدأت تدير الأمر بشكل تقريبا كامل في المناطق الجنوبية، وهذا ما نتمناه. أما فيما يخص وصول الريال إلى هذا المبلغ، عفوا إلى هذا الحالة، ففي دول الآن ليست فيها مشاكل كحروب وهل هنالك يعني تدهورت العملة، فما بالك دولة الآن يعني لديها مشاكل أمنية ولديها حروب داخلها. ومع ذلك قامت قوات التحالف، وأنا لا أؤمن بهذا الموضوع، بالدعم ومحاولة، ولكني أذكر دائما وأبدا أن المجتمع الدولي يحاول أن يخفق نجاح التحالف الدولي، التحالف العربي في اليمن فيما يخص بناء اليمن بإعادة الجيش ومحاولة إنهاء المشروع الإيراني ومحاولة لإعادة الشرعية فيما يخص الموانئ مثل الحديدة وعدن. هذه الموانئ الهامة عالميا، ترى المجتمع الدولي يحارب التحالف في أنه تتم السيطرة كاملة على هذه الموانئ، وهذا هو التحدي الذي يواجهه التحالف. فهنالك العديد من الجبهات مفتوحة ضد التحالف، ولا ما رأينا ما حدث في الحديدة والخروج بموضوع المشاورات والمفاوضات مع الحوثيين، ألم يعني يطرق سؤالا في رأس المشاهدين والمراقبين بأن هنالك من يحاول أن يوقف هذا التقدم؟ بالتأكيد هنالك من يحاول أن يوقف هذا التقدم، فيكون هنالك في إخفاقات زي ما ذكر الدكتور أحمد داخليا. ولكن أعتقد أن الدكتور أحمد ذهب بعيدا، وهو يحاول أن يعلق أخطاء داخلية على التحالف. التحالف يا سيدي الفاضل لم يكن يوما من الأيام محتلا حتى يقوم بإدارة بحفر بئر ولا بإدارة مدرسة ويجي مدير مدرسة يجيب التحالف، لا. أنا أعتقد أنه في رجال أكفاء في اليمن، وهذا الفريق الذي تحدثت عنه في طرحك صالح الدكتور أحمد عندما قال يجب وجود فريق مهني بمستوى عالي، هنالك العديد من الفرق موجودة تعمل مع بعض إعلاميا وسياسيا واقتصاديا. إذن هل هذه اللحظة، وأنتقل بهذا السؤال الأخير، المعذرة سيادتي، وأنتقل بهذا السؤال الأخير إلى دكتور أحمد، هل هذه اللحظة ستكون مدخلا، هذه الاحتجاجات الوضع المتأزم سيكون مدخلا لتحسين ويعني وضع ضوابط للعلاقة بين الشرعية والتحالف بشكل أكبر؟ أتمنى ذلك. ما أخاف منه أن الإخوة في التحالف يتعاملون مع أي مظاهرات أو احتجاجات وكأنها شيطان رجيم. نعلم ذلك، حساسية الاحتجاجات لديهم، يجب أن يتسع صدرهم لما قام به الشعب اليمني. الشعب اليمني شعب مذبوح حقيقة، وكان يأمل من التحالف أن يكون مستواه أكثر من ذلك بكثير، أن يقدم حقيقة دعم أكثر فاعلية وأكثر فائدة للحكومة اليمنية والشعب اليمني بحيث تتجه الأمور للاستقرار. ولكن دعني أقول أنها يبدو أنها تحركت الآن كرة الثلج، يبدو أن التحالف أكيد سيستلم رسالة ولو أنها قاسية من الشعب اليمني، لكنها رسالة يجب أن يستلموها ليعرفوا أن الشعب اليمني
قد يكون فقيرا لكن لديه كرامة، لديه أمل في المستقبل، يستطيع أن يوظف إمكانياته لصناعة مستقبل أفضل في البلد، فقط أريد مزيدا من الدعم الاقتصادي في هذه المرحلة، ويريد أيضا من التحالف أن ينأى بجانبه من أو يبتعد قليلا من التدخل الشان الداخلي، بحيث أنه يفرض على الحكومة اليمنية بعض الأسماء أو بعض الموظفين أو بعض الإجراءات التي تخلق ازدواجية في العمل الحكومي في البلد. نعم، أشكرك دكتور أحمد الدبعي الباحث والأكاديمي، كنت معنا من اسكتلندا، كما هو الشكر موصول لسيادة اللواء الخبير الاستراتيجي محمد القبيبان على تواجده في هذه الحلقة. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات، تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.